نستهدفوا ولا يمكننا نحلموا به كبلاد. فخدنا بزاف الوقت باش حددنا شنو هو الطموح، وقلنا بان الطموح هو خصو يكون واحد نموذج تنموي جديد يكون دينامي. شنو هذه ديناميك؟ علاش؟ حيت كاين تحولات في داخل البلاد ولكن ايضا على الصعيد العالمي هاد التحولات كثيره، فخصنا يكون واحد النموذج اللي يمكنو يعاود نغيروه بسرعه. ثانيا خص يكون هاد النموذج يمكنو يعطينا واحد التنميه مرتفعه. ثالثا خص يكون واحد هاد التنميه هذه تكون دامجه ومستدامه انكلوزيف اي دورابل. ثالثا وهذا من الاشياء اللي تنظرنا خص هذا النموذج يعطي تكافؤ الفرص في البلاد، يخلق تكافؤ الفرص، يكون مبني على الفكره نتاع التضامن وتكافؤ الفرص. واخيرا قلنا بان هذا النموذج خصو يكون الصلب ديالو، خصو يكون المحور ديالو الاساسي هو المواطن والمواطنه. يعني ملي تنخدموا على هذا النموذج، وهذا من الاشياء اللي حنا غادي نبقاو نهضروا عليها حتى الناس يتهما يتملكوها، تقولوا بان كاين شانجمون دو باراديغم اللي مشينا في هذه لومبيسيون هذه. شانجمون دو باراديغم هي كاين واحد القاطعه زعما ملحوظه فينا في النموذج السابق. شنو هو هذه القاطعه المهمه؟ هو تنقولوا بان المواطن خصو يكون في صلب اي نموذج تما. هذا المواطن خص يكون التكوين ديالو خصنا نعطيوه الامكانيات باش يعزز القدرات ديالو، خصو امكانيات باش فرص الشغل، خصو امكانيات باش يخلق مقاوله اللي بغى يخلق مقاوله. فانا تنمشي ابعد من المجلس، وهذه هذا واحد الفكره ديالي شخصيا. تنقول بان النموذج التنموي الجديد هو النموذج نتاع المواطن المجهول، لو سيتوايا انونيم. خصنا نمشيو ابعد، صديق غدا ما نكريش نسولك شكون هو باك ولا خاك ولا شكون باش يكون عندك الحقوق ديالك. خص انت كمواطن مجهول يكون عندك الامكانيات كاملين نتاع الترفيه، نتاع تعزيز القدرات، نتاع بناء مستقبل اللي كيبغيتيه انت. وتنظن بان الجامعه اليوم السيد العميد هضر لي على داك لو فالاب وداك الفابلاب وداك الشيء تيديرو، هادو تيمشي في هاد التوجه. كيفاش اللي كان شي واحد عنده حامل واحد الفكره، يمكن الدوله ولا يمكن جهه الى اخره تساعدو باش هاد الفكره هادي تحقق. فتنوقفو غير واحد الوقوف سريع على هاد الطموح اللي قلنا بان الطموح خصو يكون تيمكن باش يكون واحد التنميه مرتفعه. واش التنميه اليوم مرتفعه في المغرب؟ واش لا بروسبيريتي اليوم كاينه في المغرب؟ الجواب هذا النموذج ديالنا اللي عندنا حاليا، الجواب لا. بحال اللي قلت 3.6% مزيان ولكن ما كافيهش. دونك ها الجواب الاول على النموذج التنموي اليوم، داكشي علاش جاتنا يخرج بقى هذا الكلام. النموذج التنموي اليوم ما تيمكنناش باش يكون يعطينا هذا الازدهار اللي بغينا، هذا خلق التضرر اللي بغينا بطريقه سريعه ديال. هضروا على واش النموذج التنموي ديالنا اليوم مدمج، اسكيلي انكلوزيف في نظركم؟ الجواب لا. تنسمع ابدا وتنشوف الرؤوس تتحرك بطريقه من اليمين الى اليسار، هي لا. كانت من الفوق لتحت هي نعم، فصافي فهمت القضيه هذه. فلا نعطيكم بعض الامثله. ناخذوا نسبه نتاع التشغيل نتاع النساء في المغرب، لو طو داكتيفيتي. عرفتوا فين وصلنا الطو داكتيفيتي نتاع النساء في المغرب؟ 22.4%. تسمعوني تنكف؟ واش تسمعوني تنكف؟ لا، تسمعوني تنكف مزيان حيت تنكف بجوج يدي. ما يمكن اي بلاد تزدهر ولا تنمى ولا تولي بلدان من الاسواق الصاعده اللي كان نص نتاع الساكنه ديالها ما تتشاركش. دونك 22.4%
ما يمكنناش. دونك اي نموذج اللي جبناه في المستقبل وقلنا بان واخا نفكوا جميع المشاكل اللي عندنا، ولكن المرأة ما تسوليش تشتغل حتى هي يكون عندها نفس الحقوق وتشتغل داخل المجتمع، عمرنا ما نوصلوا لذاك الازدهار اللي بغينا. دونك هذه القضية هذه المرأة ماشي مدمجة. العالم القروي واش مدمج؟ نعم لا. دونك هو خص واحد التفكير كيفاش هذا النموذج التنموي الجديد ندخلوا للعالم القروي باش داخل هاد التوا باش دابور اولا باش هو ينتج، وثانيا باش الناس اللي تعيشوا في هاد الساكنه تعيش في هاد العالم القروي حتى هي يكون عندها نفس الامكانيات نتاع الازدهار والترفيه والتكوين الى اخره. فهضرنا على الازدهار وهضرنا على البروسبيريتي على الادماج، نهضروا على تكافؤ الفرص. واش تظنوا بان النموذج التنموي ديالنا عطى الامكانيات باش يكون تكافؤ الفرص؟ لا لا سمعت حقيقه لا، ولكن ارقام باش نوضح هذا الشيء. ناخذوا نسبه نتاع الاطر العليا في المغرب. الاطر العليا في المغرب شحال هي النسبه نتاع هذه الاطر اللي جايه من اسره نتاع الفلاحه فلاحية. باش ما تعبوش حيت صعيب بزاف 3.2%. ما كاينش تفاوت. نمشي دابا للاسر اللي جاي من الاسر تاع اليد العامله لي زوفري شحال؟ 6.4%. دونك النموذج التنموي اليوم ما امكناش باش نخلقوا التكافؤ في الفرص. وحنا كنا دابا اللي جينا نسولوا داخل هاد الغرفة هذه ولا خارجها، من الأشياء اللي لابد خاصها تكون تكافؤ الفرص، باش الناس يقولوا أنا شكون ما كنت، ولد من شكون ما كنت، عندي الإمكانية باش أنا نقدر نكون وزير ولا مقاول ولا إلى آخره، ولا من البطولة العليا. مزيان، هضرنا على تكافؤ الفرص. نمشيو لحاجة أخرى. هضرت على يكون واحد التنمية مستدامة، لا دورابيليتي. واش اليوم في نظركم هاد التنمية اللي عندنا تنمية مستدامة؟ واش ناخذوا بعين الاعتبار الموارد الطبيعية اللي عندنا وكيفاش تنحافظوا عليها باش وتنستعملوها باش اليوم يكون تنمية، ولكن أيضا غدا خصها تكون تنمية؟ نعطيكم جواب هو لا ما كافيش. ملي تنقول لا راه عندنا حاولت حيت ما نقول باش ما نكونش بسحقوش باش نكون نوضح واحد الحاجة، لأن عملنا أشياء كثيرة جدا، ولكن مازال خصنا نديرو خصنا نبذلو جهود كبيرة باش نحققو هاد الأشياء اللي مازال ما حققناش. باش ما نكونو واضحين بأن ماشي في الطريق الصحيح، ولكن خصنا نحرفوا شويه المسير، ولا خصنا نرفعوا المسار، ولا خصنا نرفعوا من السرعه باش نمشيو لهذا نحققوا هذا الطموح. فلي مشينا باغ اكزومبل لي مشينا للاستدامه، غناخذ الماء اليوم. الخبراء الدوليين تيقولوا بان واحد البلاد تيكون عندها واحد الضغط مائي ولا لو ستريس هيدريك، ملي تتكون الماء الموجود تيكون كل ساكنة الخزينة قل من 1700 متر مكعب في السنة. و تيمشيو تيقولو بأن تيوقع لا بينوري دو، صافي خصص الماء، ملي تاكل هاد القدر هاد المادة هادي تتنزل على أقل من 1000 متر مكعب لكل ساكنة. شحال عندنا حنا الماء لكل ساكنة في المغرب؟ 600 متر مكعب. يعني بأن حنا أقل حنا زنا من الضغط، دابا وصلنا لخصاص الماء. لهذا هذا ما يعني هذا؟ هذا يعني بأن في نموذج التنموي الجديد خصنا نفكروا بأن الماء
واحد المادة اللي خصنا نستعملو بواحد الطريقة عقلانية. يمكن فاش نعملو البرامج القطاعية ولا السياسات القطاعية والمشاريع داخل هذه السياسات القطاعية، خصها نبدا يكون واحد الاربيتراج، واحد التحكيم. يمكن كاع يمكن يكون رأي على 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 مستوى رئيس الحكومة باش استعمال الماء باش هذه المشاريع تقدر ولا ما تقدرش. واش يمكننا نبقاو نعملو مثلا تيران دو غولف، وخا تعجبني غولف في كل بلاد في كل مدينة، ولكن ما تناخذوش بعين الاعتبار بان ذاك الغولف خصو يتسقى ما ماشي صالح للشرب؟ لا. دونك داكشي علاش تيكون خص دي ستاسيون ديبيراسيون يكونوا موجودة. فهادو بعض الأشياء في البلاد في مستوى زعما مقبول أم لا؟ جواب لا. يمكن الجامعة هذه حاجة أخرى، لا نهضرش على الجامعة، ولكن نهضر على المستشفيات وعن نهضر على المدرسة، التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي. الحمد لله احنا بدينا اليوم طرقنا في التعليم الأولي، حيت هذه من الأشياء المهمة جدا اللي بغينا يكون التلميذ ما يدخل الابتدائي عنده مدى قدرات واضح، لأن الأولي مهم ومهم جدا. الصحة اليوم في المغرب، باش نعطيكم واحد الأرقام، تندفعوا تقريبا 6% تاع الناتج الداخلي الخام في الصحة، 60 مليار تقريبا درهم تدفع في الصحة. هاد 60 مليار مشكل هي 14 مليار جاية من كرات زاد شوية الميزانية نتاع الصحة نتاع وزارة الصحة، و 47 مليار تدفع تجي من لي زاسيغونس من داكشي تخلصو حنا من جدنا إلى آخره. المشكل هو ملي تنشوفو شحال تيدفع من جدنا و تنشوفو الجودة نتاع اليوم نتاع هاد الخدمات العمومية، طبعا مكاينش واحد الرضا عليهم. علاش هادشي؟ حيت ملي كنا في واحد الوقت قلنا خصنا يكون واحد التعميم نتاع التغطية الصحية، وهذا مهم، مازال ما وصلنالوش التغيير التعميم، هذا يمكن نهضر عليه في التضامن. التغطية الصحية اليوم تقريبا باش عرفوا كاين 18 مليون المغاربة اللي عندهم التغطية الصحية. هاد 18 مليون المغاربة اللي عندهم التغطية الصحية، 11 مليون تيستافدو من لوغاميد، دونك كاين 7 مليون اللي خارج لوغاميد. ملي تنشوفو 11 مليون اللي مشات لوغاميد، طلبنا منهم باش يمشيو للمستشفيات، ولكن في السوق ما قويناش قدرات تاع المستشفيات والموارد تاع المستشفيات. فشنو وقع؟ بالطبع الجودة تاع الخدمات نقصت، ولهذا عدة نتاع الناس تيمشيو اليوم للقطاع الخاص، وهذا حنا تنعيطو لها لا دوبل تاكساسيون. نفس الشيء في التعليم، يعني بان كاين ناس اللي تيخلصوا الضرائب ديالهم، ولكن خصو من بعد خصو يمشي للمستشفى الخاصة باش ياخذ باش يداوى، وهذا سيسابيل لا دوبل تاكساسيون. دونك لا، نمشي دابا للتعليم. التعليم حقيقة اليوم التعليم في واحد انتوما دزتو في الضوء بحال اللي قالوا الاخر، التعليم الابتدائي اليوم في واحد الحاله زعما خطيره جدا مؤسفه. ما انت تتبعوا لي خرجوا واحد التصنيف تاع البيزا، كلاسمون بيزا، خرج هذه واحد 3 ايام 4 ايام. بيزا تياخذوا هذا على الصعيد العالمي، دونك تيقارنوا بين البلدان، وتياخذوا المستوى نتاع الدراري تياخذهم حتى 15 سنة فيما يخص القراءة الرياضيات و لي سيونس والعلوم. المغرب جا مصنف تقريبا، كاين بعد البلدان اللي وراها، بعد البلدان 73، بعد البلدان اللي وراها كاين لبنان، الفلبين، الكوسوفو، لا ماسيدوان جو كخوا اللي ما خسرش. وقبل من هذا واحد الاسبوع خرج واحد التقرير تاع البنك تاع لا بنك مونديال تيقول بان ثلثين تاع الطلبه اللي تخرجوا من الابتدائي ما تعرفوش يقراو. واو،
ما يمكنش. زعما هذه من الاشياء اللي لابد خصها تصلح، وهي الاولويات نتاع الاولويات اللي خصنا يمكن نديروا غير حاجه واحده في هذه البلاد تنقولها لهم دائما، هو التعليم. نمشيو للدواء وناخذوا لي بلان الى اخره، نسمعوا الموسيقى، ولكن اول حاجه اللي خصها الاولويات الاولى اكبر من الاولويات هي التعليم. فهذا الشيء حنا كمجلس قلنا واخا هادو هما المشاكل اللي كاينين، وكاين حقيقه اسباب موضوعيه اللي تتفسر شنو هما نقاط الضعف هيكليه، واحد نقاط الضعف هيكليه اللي تتفسر هاد لي سامبتوم هادو اللي هضرت عليهم. نزيدكم وحده قبل ما ننسى، هضرت على التضامن. شحال هما في نظركم نسبه نتاع المغاربه اللي عندهم تقاعد؟ باش ما نطولش عليكم، تقريبا 33% ولا الثلث نتاع الساكنه الناشطه لا بوبلاسيون اكتيف عندهم تقاعد، الثلثين ما عندهمش. ولكن واحد الرقم اللي كفاش من هذا، مثلا ناخذوا الساكنه اللي عندهم اكثر من 60 سنه، كاين تقريبا 3.5 مليون تاع الناس المغاربه اللي عندهم اكثر من 60 سنه، شحال منهم عندهم تقاعد هاد 3.5 مليون؟ 700,000. يعني من اليوم 3.5 مليون تاع الناس اللي عندهم اكثر من 60 سنه، 700,000 اللي عندهم تقاعد، الاخرين اللي تيعيشوا اللي تيعيشوا الاخرين عائله تضامن تاع الاسر، ولكن التالي ما بقاش تضامن الاسر. حنا ماشيين في هذه الطريقه دي. دونك هادو هما الاشياء اللي تقول لابد حنا كبلاد خصنا نخمو فيها. ولكن هنا غنهضر شويه على المقاولين. مع الاسف كاين واحد مناخ الاعمال اللي ما تيمكنش تعطيش الفرصه نتاع المقاولين باش يخلقوا ولا باش يحرر المبادره المقاولاتيه. فكاين مساطر اداريه معقده، وحتى ملي تبغي تكون زعما تبغيو نسهلوها مازال ما تعرفوش كيفاش. فهذو من الاشياء اللي تنظن لابد خصنا نجتهدوا فيها ونحسنوا على القضيه. كاين حاجه اخرى في العمل العالم نتاع المقاوله، هو مثلا مازال اقتصاد الريع موجود جد موجود بكثره. امتيازات اللي معطيه لبعض المقاولين ولا بعض الناس ولا الاشخاص، حنا تنقولوا لابد هذه الامتيازات وهذا اقتصاد الريع ينتهي. كاين ايضا حاجه اخرى اللي تتحط مشكل، هي المنافسه ما كايناش قويه في بعض القطاعات، سكون ابل لا كونسونتراسيون. داكشي علاش المجلس نتاع المنافسه خصو يلعب واحد الدور مهم في المستقبل. ف هادو العراقيل ولا تنقولو من الاسباب الهيكليه اللي اليوم مطروحه. وكاين باش نهضر عليها ايضا، واحد المشاكل في السياسات العموميه، ما كاينش وضوح على المراه، ما كاينش اتفاقيه لا كونفيرجونس، كاين بطء في التفعيل. فايضا هذه القضيه تاع الحكمه من الاشياء المهمه اللي خصنا نطرقوا لها. واخيرا كاين ايضا، وهذا اللي يعطيني الامكانيه باش نهضر شويه على الجهويه، بطء على مستوى تملك اليات الجهويه المتقدمه وتنفيذها وتفعيلها. فمن بعد ما عملنا احنا التشخيص هذا، اجتهدنا كمؤسسه نتاع المجلس باش نقولوا شنو هما الحلول، شنو هما الاختيارات الكبرى. غير باش نفسر الطالبات والطلاب الاعزاء، العمل يمكن نرجع دابا نوقف ونفتح واحد القوس، عمل طريقه العمل نتاع المجلس. بعدا نسول واحد الحاجه، اشكركم تعرفوا شنو هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟ اللي تعرف يهز يديه. واو. نو شكرا شكرا.
تنشكركم على الشفاف الصراحه ديالكم. خصنا شويه الصراحه اكثر. المجلس الاعلى، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هو مجلس نص عليه الدستور، هي المؤسسه الدستوريه. و كاين ناس كيبغيو يشوفوا هذه القضيه، ولكن هي لا ترويزيام اسامبلي كونستيتيوان دو رويوم، هي لا ما تقولش برا ما تاش اسامبلي، جو اسامبلي مجلس، مجلس لا مجلس 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 ماشي لا اسامبلي سي باهي على مجلس، لا هي ترويزيام اسامبلي كونستيتيوان دو رويوم، سادير المجلس تيقوم هو الدور ديالو هو يعطي اراء في عدة مواضيع اللي تهم البلاد، وتيعطي اراء واقتراحات بالطبع، وتيعمل هذه القضية اما على طريق الاحالات، والاحالات كاين رئيس الحكومة ولا البرلمان يمكن له يحيل على المجلس بعض المواضيع، ولا احالات ذاتية ملي تنشوفوا بان ما عندناش الخدمة حنا تنحطوا الاحالة الذاتية تنتهي بس، ولكن حنا تنقولوا بان كاين مواضيع اللي لابد خصنا نطرقوا لها واخا ما تكونش احاله من طرف هاد الطرفين هذا، وتنعملوا الاحاله الذاتيه. وكاين ايضا صاحب الجلاله اللي حيث القانون التنظيمي ما تيعطيش الامكانيه باش يقول باش يعمل احاله فينا، ولكن تيخاطبنا وحنا ديك الساعه تنعملوا الاحاله الذاتيه. خدمنا على عده تقارير مهمين، مثلا السي بن كنان فاش كان في الحكومه عن الإحالة في على ما يخص التقاعد، نظام التقاعد، إصلاح نظام التقاعد، هذا مثال. صاحب الجلالة خاطبنا وعندنا إحالة ذاتية على فيما يخص النموذج التنموي نتاع الأقاليم الجنوبية، دونك هذا من الأشياء اللي جات من طرف صاحب الجلالة. البرلمان بعض المرات يحلنا قوانين مشاريع قوانين تطلب الرأي ديالنا، وحنا تنحطوا عندنا عدة تقارير اللي تتهضر على التغطية ولا تثبيت العدالة، التغطية الاجتماعية، ولا تنهضروا على الصناعة 4.0، ولا يمكن نهضروا على الزواج الطفلات إلى آخره. فأي شيء اللي يتعلق، وطبعا عندنا 3 أو 4 تقارير على الجهوية المتقدمة، فأي موضوع تنظنوا يمكننا حنا نجيبوا فيه واحد القيمه مضافه، يمكننا نعملوا الاحاله ذاتيه. شكون اللي كيشتغل في المجلس؟ وهذا اللي مهم. المجلس قلنا كل شيء اللي تعملوا هاد التقارير وتعملوا هاد الاقتراحات، حنا تنكونوا حنا قوه استشاريه، ما ماشي قوه تنفيذيه. يمكن هاد الاقتراحات تخاف عين الاعتبار من طرف الحكومه ولا البرلمان ولا جهات الى اخره، ولا يمكن ما يقدرش على الاعتبار. شكون اللي تيشتغل؟ شنو هما الفئات اللي تتكون المجلس؟ كاين 5 الفئات اللي تتكون المجلس. كاين فئة تاع الخبراء فيهم 24 الناس وتتعينون من طرف صاحب الجلالة. كاين فئة اللي تتمثل النقابات، هما نقابيين نقابيات اللي تيدخلوا وتيشتغلوا 12 تيتقدموا تيتعينوا تيختاروا من طرف رئيس الحكومة، و6 من الغرفة الأولى للبرلمان، 6 من الغرفة الثانية للبرلمان، دونك هادو 24 نقابات، 24 جايين تيمثلوا الجمعيات المهنية ورجال ونساء الأعمال، كاين 16 اللي تيجيو من المجتمع المدني، من الجمعيات تاع المجتمع المدني اللي تيدافعوا على البيئة، اللي تيدافعوا على حقوق النساء إلى آخره، وكاين ناس بالصفة حال مثلا والي بنك المغرب بالصفة، و المندوب السامي تاع التخطيط هو بالصفة إلى آخره. ف 105 الناس هما تيأسسوا المجلس، وعندنا 7 تاع اللجان الدائمة، لكل لجنة مختصة إما مثلا في الاقتصاد ولا في البيئة ولا في الجهوية إلى آخره. وحنا ملي تنشتغلوا يعني بأن المجلس حنا تنقولوا هو المجتمع المدني المهيكل، تيمثل المجتمع المدني المهيكل. دونك فاش نهضرو ما عندناش واحد الصبغه سياسيه ولا بعض الافكار اللي زعما
دي سوزونطوندي ولا شي حوايج بحال ولا خلفيات اللي ما واضحاش، وتنشتغلوا على طريق ايضا الانصات لعده اطراف. مثلا باش نرجع للنموذج التنموي الجديد، تنطات 56 تاع الاطراف مختلفه. جبنا عيطنا السيد الطوجه كرئيس حكومه سابق، جبنا الوالي بنك المغرب، جبنا جمعيات نتاع المجتمع المدني، تصنت على الشباب الى اخره. وهذا التحليل هذا اللي هضرت لكم، هذا التشخيص اللي هضرت لكم عليه، الاختيارات الكبرى اللي عم هضر لكم عليها جايه من هذا الانصات من الاجتهاد داخل المجلس. دابا انتم تعرفوا جميع الاشياء اللي خصكم تعرفوا على المجلس. فنرجع للنموذج التنموي، هضرت على شنو هما نقاط الضعف، فمن بعد قلنا شنو هما الاختيارات اللي خصها تكون. فجبنا تسعود الاختيارات. الاختيار الاول ما ندخلش في التدقيق فيهم، هو بالطبع اصلاح نتاع التعليم. وفي كل قبلت كل اختيار قدمنا واحد البرنامج زعما دي زاكسيون، قلنا سميتو بلان داكسيون، ولكن شنو لي زاكسيون كاينش ماشي بلان. هو قبل كل واحد قدمنا شنو هما الاجراءات اللي لابد خصها تكون قبل الاختيار، شنو هما الاجراءات المهمه. بالطبع يمكن الاجراءات راه اليوم قطاعات وزاريه ما تتفعلها، ولكن حنا قلنا ها هما الاجراءات المهمه، وخرجنا 9 الاختيارات الكبرى و 180 تاع الاجراءات. فاول حاجه هو اصلاح نتاع التعليم. الاختيار الثاني، وهاد الاختيارات كاين اربعه الاختيارات اللي غنهضر عليهم. حنا استقبلنا اني دالغو عندنا في المجلس، فسرت لنا بان النسبه نتاع الاسر اللي تيتملكوا سياره اليوم في باريس انخفضت بواحد الطريقه زعما كبيره جدا. قالنا ما بقاش السياره هي واحد نموذج نتاع الاغنياء، ولكن السياره هناك نموذج نتاع الناس اللي ما عندهمش افيت. دابا باش نشوفوا كاش التحولات هذه الفكره هذه نتاع النقل. فهذه الاختيار الثاني هو بالطبع الخدمات العموميه. الاختيار الثالث هو محاربه نتاع الاقتصاد الريعي. لابد خصنا نتفي نتخلصوا من هذا المشهد، هذا المشكل هذا. ورابعا هضرنا على التغيير الهيكلي نتاع الاقتصاد الوطني. وداخل هذا التغيير الهيكلي هضرنا على عده اشياء، ولكن اهم شيء اللي يمكن نهضر عليه اليوم هو المقاولين، اعطاء الامكانيه باش نشجعوا المقاوله لونتربرونيا. وقلنا بان خص يكون واحد ان فون لي صندوق اللي الدوله خصها تعمل فيه مواد كثيره باش تشجع الشباب باش يخلقوا المقاوله ديالهم. وانا جد سعيد ان السيد العمده قال لي بان كاين 40 تاع الافكار اللي تقدموا لانشاء مقاولات ياك هذه كل سنه. فهذا يعني بان الشباب المغربي عنده هذا الامكانيات نتاع الابداع نتاع التفكير ولا نتاع الروح المقاولتي. و دونك خصنا كيفاش نعطيهم الامكانيات باش هذه الفكره هذه تجسد على ارض الواقع. فهذو هما اربعه الاولى. من بعد عندنا تزنا اختيارات اخرى، وهاد الاختيارات الاخرى تتعلق بادماج المقصيين المراه والطرح. وضحنا مثلا شنو هما الاجراءات اللي يمكن تشجع المراه باش تولي العمل. نعطيكم واحد المثال سهل اللي خلينا نعاود نرجع للنقل، اللي خلينا النقل العمومي، وكانوا في المدن الكبرى ما كانش الامن في داخل هذا النقل العمومي. اش غادي يوقع؟ ما غاديش يمشي. دونك هذه من الاشياء اللي عندنا. مثلا حاجه اخرى، الحضانات نتاع الاطفال نتاع الطفل الصغير دي بي بي. هذا من الاشياء اللي تتمنع المراه باش تمشي للعمل. عملنا اقتراح بعدا قبل في واحد التقرير واللي عقلتي وسي الباشا راه يتذكر هذه، جات واحد الدوريه من الحكومه اللي تقول بان
الادارات العموميه خصهم يعملوا حضانات. هذه من الاشياء اللي حنا كنا قدمنا كتوصيات واحد التقرير سابق. والفاعل المقصي ايضا ثاني هو العلم القروي، وعطينا توضيحات كيفاش يمكننا ندمجوا العلم القروي. فاربعه جوج سته بقاو جوج اخرين وحده الثالثه. جوج اخرين هو تتعلق بالتضامن. اولا التضامن داخل المجتمع الحالي، كيفاش يمكننا نعمو التغطيه الصحيه، كيفاش يمكننا نعمو التقاعد، باش الناس ما يمكنش اللي كانوا المغاربه حاسين بان ما تعيشوش في واحد المجتمع اللي متضامن ما يمكنوش يمشيو معنا في نفس الخط غدا اللي كان واحد الفكره على واحد النموذج الموجود. وايضا التضامن بين الاجيال هي المحافظه على الموارد اللي قليله اليوم، اقول حضرت على الماء ولكن ايضا لو ليتورال سميتو لا فوري الى اخره. فهادو اربعه وجوج سته وجوج سنه. قد نقطه اخيره اللي ذكرتي وهضرت على السياسات العموميه والمشاكل اللي تطرح، فالاخر نقطه هي الحكمه. كيفاش تكون واحد الحكمة عندها شفافة واضحة، كاين تلقائية، تعرف شنو تيدير شنو، تعرف كيفاش قرار تتخذ، وأكثر من ذلك كيفاش المواطن يقدر يساهم في إنشاء وأيضا في تتبع تاع السياسات العمومية. وهذا مطروح في الدستور في الفصل 12 تاع الدستور، فتنعيطو لها المشاركة المواطنة. فهادو من الأشياء، هادو هما التسعود نتاع الاختيارات الكبرى اللي هضرنا عليهم داخل النموذج التنموي الجديد. اللي سمحتي فيما يخص الجهوية المتقدمة، هو صحيح هناك إصلاحات وأوراش مفتوحة مكنت من تحقيق تقدم ملموس على صعيد الجهوية المتقدمة. وصحيح هناك إرادة راسخة للدولة في تمكين البلاد من تنظيم ترابي قادر على رفع التحديات الجديدة في مجال التنمية الترابية، وعلى أيضا الاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات. غير أنه وبعد مرور 3 سنوات على إعمال القوانين التنظيمية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2015 ونشر مراسيمها التطبيقية البالغ عددها 62 مرسوم، يتبين أن تفعيل نموذج الحكامة الترابية كما هو حاليا يظل دون الطموح المعبر عنه في بداية هذا المسار. وتعود هذه الوضعية إلى عديد من العوامل، لا سيما أولا وجود غموض في صياغة بعض مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة خاصة بممارسة اختصاصات الجماعات الترابية، مع تعدد الفاعلين والهيئات التي تتدخل في مختلف المستويات الترابية. وتظن بأن السي سعيد غادي يكون متفق معايا فيما يخص هذا العامل الأول. نقطة ثانية، ضعف الموارد المالية المخصصة للجامعات الترابية والتي تبقى شديدة الارتباط بالدولة، وهذا راجع بالطبع للأموال التي تتعطى لها، ولكن أيضا العدم تحصل على الجبايات المحلية. ضعف جاذبية منظومة تدبير الموارد البشرية على المستوى الترابي، تعطل على مستوى تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة منصوص عليها في الدستور كما قلت، غياب نظام معلوماتي ترابي موحد ومشترك بين كل الأطراف، غياب آلية مستقلة للتتبع والتقييم على المستوى الترابي. ولهذا احنا كمجلس تبعنا هذا المصير هذا نتاع الجهويه المتقدمه، وكنا تنظنوا بان هذا من ورش مهم ومهم جدا، وحتى النموذج التنموي الجديد راني ما هضرتش قبيله عليه، ولكن لابد خصو يكون مبني ولا كاع يمكنو ينبثق من الجهات، صديق الجهات تلعب واحد الدور مهم ومهم جدا في اي نموذج اجتماعي. ومع الاسف فانا هضرت على شنو هما المشاكل اللي تتعرض لها الجهويه هذه، وكانت مشاكل قانونيه
ايضا مشاكل ماليه، مشاكل فيما يخص الموارد البشريه، مشاكل فيما يخص الاليات، هضرت على البرنامج المعلوماتي الى اخره. وبالطبع حنا عملنا كما قلت في سلككم عده دراسات، عملنا ثلاثه نتاع الدراسات. اول دراسه عملناها في 2013 وهي الدراسه حول نموذج تنموي جديد للاقاليم الجنوبيه كما قلت. عملنا واحد في 2015 واحد الراي حول توزيع مجالي الاستثمار العمومي في افق الجهويه المتقدمه ودور المراكز الجهويه للاستثمار في اعداد وبلوره مخططات تنمويه على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال على صعيد الجهه. وهذا انا تنشجعكم السيد السيد الممثل الجهه باش تشوفوا هاد كاين تقارير مهمه. التقرير حول المتطلبات الجهويه المتقدمه وتحديات ادماج السياسات القطاعيه سنه 2016. واخيرا عندنا واحد العمل جيد تنظن هو الحكامه الترابيه رافعه للتنميه المنصفه والمستدامه، و 2019 اخر 2019. فهذو الاشياء